الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر إلغاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية بعد توصل إلى اتفاق مع الحكومة. وزارة الصناعة والتجارة تقرر رفع الدعم عن السكر الموجه للصناعيين والحرفيين مقابل الإبقاء عليه بالنسبة إلى المستهلكين. القوات الحكومية السورية تسيطر على 70% من حلب القديمة، والمعارضة تسعى إلى هدنة بخمسة أيام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أمضى ممثلون عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقا في قصر الحكومة بالقصبة يقضي بالزيادة في الأجور للوظيفة العمومية وصرفها في آجال محددة ومراجعة السلم الضريبي، وبموجب ذلك تم إلغاء الإضراب العام في الوظيفة المقرر ليوم الغد. ليؤكد الطرفان الحكومي والنقابي في أعقاب التوقيع أن ذلك سيتيح المحافظة على السلم والاستقرار الاجتماعيين في ظل الظرف الذي تمر به البلاد. مراجعة اللحظة الأخيرة لمضامين محضر الاتفاق وفحوى السلم الضريبي قبل الإمضاء. اتفاق من 7 نقاط أساسية بعد الديباجة وفقرة تكميلية تؤكد أهمية مقاومة الفساد والتهريب والتهرب الجبائي ودعم إجراءات الحكومة للحد من مثلث الإنهاك الاقتصادي والمالي. الحكومة والمنظمة الشغيلة تواضعت على اعتباره اتفاق حسن إدارة الحوار والتحلي بالمسؤولية أمام الوطن والسلم والاستقرار الاجتماعيين. يدعم الاتفاق اللي صار في كارتاج ويعطي دفع قوي لحكومة الوحدة الوطنية، وأننا سنشتغل في ظل سلم اجتماعي مهمة لتونس باش نتمكنوا من تحقيق الأهداف التي أتت من أجلها أيضا الحكومة، أهداف تنموية وخلق الشغل والتشغيل في الجهات. فاتفاق مهم، واليوم هناك أيضا إصلاحات أخرى قادمة في العديد من المجالات ستنطلق فيها الحكومة. من نجم كان خاطب الشعب نقول راهي الطب هذه قدمناها من أجلك وليس من أجل أي طرف آخر. مستقبلا إن شاء الله كل اتفاقيات تحترم ونتجنب هكذا هزات اجتماعية، هكذا صدمات التي توتر الأجواء، ما تنفعش البلاد، لأن البلاد محتاجة إلى استقرار اجتماعي ومحتاجة إلى استقرار أمني. خلينا ننظر للمستقبل بأعين أكثر حلم وأكثر تفاؤل حتى نستغل كل الفرص اللي تتاح لبلدنا في هذه الآونة، سواء في مجال الاستثمار أو في مجال عودة تونس على خريطة الاستثمار. الاتفاق نص بالخصوص على صرف 50% من الزيادة العامة للأجور بعنوان سنة 2017 خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر من السنة نفسها، وصرف 50% من المنحة الخصوصية بداية من أفريل 2017 إلى غاية نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر من العام نفسه. مع الاتفاق نقل العباسي رسائل مباشرة لمن وصفهم بيان الهيئة الإدارية بالجهات والأشخاص الساعين إلى ابتزاز الاتحاد وشيطنته. كل من مازال يشكك ويشيطن هذه المنظمة العديدة الاتحاد العام التونسي للشغل نقول لها راهي منظمة مبثقة من رحم الشعب. وعن القطاع الخاص فإن الملف بدوره يسير نحو الانفراج بين المنظمتين الوطنيتين ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تلعب دور الحكم، بعد أن تم الاتفاق على العودة إلى طاولة التفاوض في غضون أسبوعين. نأمل باش تكون العودة هذه عودة من باب الكبير حتى نؤسس وندفع باتجاه العلاقات الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي في تونس، وحتى نتوصل من بعضنا إلى اتفاق يقضي بالزيادة في الأجور. بعد المقدمات التشاورية المتعثرة للأزمة المعلنة جاءت الخواتيم المرضية للطرفين اتحادا وحكومة لطي ملف الساعة والالتفات إلى أولويات أخرى تنتظر التعجيل.
ويحضر معنا في الاستوديو الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، أهلا بك. إذن اتفاق بين المنظمة الشغيلة والحكومة ألغي بموجبه الإضراب المقرر في الوظيفة العمومية، ما مدى قابلية تطبيق ما ورد فيه من التزامات؟ نعم، أنا قبل ما نجاوب على النقطة هذه نحب أولا نهني التوانسة بالاتفاق هذا اللي باش يحافظ على السلم الاجتماعي، ولكن أيضا لابد من توجيه الشكر لكل الأطراف اللي ساهمت في الوصول لهذا الاتفاق. طبعا لخيان في الاتحاد العام التونسي للشغل اللي أثبتوا حس من الوطنية كبير، أيضا كل الأطراف على رأسها رئاسة السيد رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة اللي لعبت دور أيضا في الوصول لهذا الاتفاق، وطبعا كل من عاون في الوصول للاتفاق. سيد الأمين العام حكى على الأطراف اللي حاولت تشيط الاتحاد، وهذا طبعا احنا كنا دائما نرفضه وندد به. وأيضا اليوم الناس اللي راهنت على قطيعة بين الاتحاد والحكومة ثبت أنه رهانها خاطئ، وأنه اليوم البلاد ماشية في اتجاه الوحدة الوطنية. الاتحاد رغم هذا الاتفاق يقول أنه ضحى، الحكومة تقول أنها قدمت تنازلات كبيرة، يعني التزامات كبيرة أكيد، يعني ما مدى إمكانية تطبيقها؟ نعم، احنا الاتفاق باش نوضحوه يمكن في علاقة بالأرقام اللي تقالت، هو أنه تقريبا نصف الزيادة متاع 2017 باش يتصرف في سنة 2017 على طيلة السنة، والنصف الآخر يؤجل ويتعطى في 2018. هذا ظهر لي اتفاق يحقق الأهداف اللي رسمتها الحكومة، أولا اللي هي بداية تعافي المالية العمومية، اللي هي حماية حقوق الأجراء وتحقيق السلم الاجتماعي. طبعا فما معناتها تحمل للأعباء أيضا من جهة الاتحاد العام التونسي للشغل اللي قبل أنه يتم مراجعة الاتفاق الممضى السابق في إطار تغيير مواعيد صرف الزيادات، الشيء اللي نقولها بالدرجة اللي ينفس الميزانية ويخلينا اليوم نقدمه بعد ما تونس نجحت في مؤتمر الاستثمار، اليوم نجحنا من جديد في معركة السلم الاجتماعي، يعني باش نمشيو لمعركة التنمية. هذا اتفاق يعني قابل للتطبيق طبعاً، بكل ما فيه من ايضا يعني اتفاق بين الاتحاد والحكومة. هناك مراجعة السلم الضريبي باعتماد مبدأ العدالة الجبائية، كيف سيتم ذلك؟ هو مقترح السلم الضريبي ومقترح جات به الحكومة، كتشوف مشروع قانون المالية هو مقترح للحكومة، في الحوار مع الأخيان في الاتحاد صارت عليه بعض التعديلات للتحسين فيه واللي الحكومة قبلتها، هذا خيار الحكومة. من نهار الأول قلنا راهو العامل اللي كان يخلص ب 500 دينار بمراجعة السلم الضريبي باش تزيه زيادة نات في الشهرية متاعه سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، معناتها بين 30 و 40 دينار، هذايا تعهد الحكومة مشينا فيه ولقينا تجاوب من الخيان في اتحاد الشغل، واليوم بالتحسينات اللي اقترحوها مشينا في توجه مشترك يكرس توجه الوحدة الوطنية اللي هي مسألة مهمة للحكومة متاعنا اليوم، اللي هي حكومة وحدة وطنية تحب التوانسة الكل كما قلت بعد نجاح مؤتمر الاستثمار، بعد ما ربحنا اليوم معركة السلم الاجتماعي ان شاء الله منا اللي تفتح المفاوضات الاجتماعية في 2018 باش ندخلوا لتوا معركة التنمية ومعركة العمل. اليوم بلادنا محتاجة للناس الكل ان شاء الله، مع مناقشة القانون المالية تنتهي. هناك تحديات ربما ايضا تطرح امام الحكومة بالنسبة لقانون المالية، يعني كيف ستتصرف خاصة امام الفصول التي اسقطت او عدلت في علاقة بالجباية في حال اعتمدتها الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب؟ نعم، احنا في الحوار مع لجنة المالية تمت المصادقة على مجموعة من الفصول وأغلب الفصول، الأغلبية الساحقة للفصول، قعدت بعض النقاط اللي وصلنا لاتفاقات جوهرية فيها إن شاء الله باش تترجم في تعديلات يا إما تقدمها الكتل البرلمانية ولا تقدمها الحكومة في الجلسة العامة. اليوم الثابت والأكيد أنه فلسفة قانون المالية ما تمسدش، احنا ماشيين في تعافي المالية العمومية، في دفع النمو، في دفع الاستثمار ودفع التنمية، هذا كله في خدمة التشغيل، في خدمة الجهات. إن شاء الله بعد المصادقة على القانون تنطلق كل الوزارات في تنفيذه باش إن شاء الله في سنة 2017 التوانسة يشوفوا العمل هذا قاعد ينجز، وإن شاء الله في نهاية 2017 نشوفوا بوادر عودة النمو وعودة التنمية. نعم، والتشغيل في البلاد. شكرا لك الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني على الحضور معنا ولتقديم هذه التوضيحات.
وقد أعلنت نقابة موزعي الأدوية ونقابة الصيادلة الدخول في إضراب يوم 14 من الشهر الجاري على خلفية قانون المالية. القرار جاء في اجتماع تم صباح اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. في اجتماع مشترك بين نقابة موزعي الأدوية ونقابة الصيادلة تم الاتفاق على تنفيذ إضراب يوم 14 من الشهر الجاري، ويكون الإضراب ليوم واحد بالنسبة للصيادلة، فيما سيتواصل على امتداد 3 أيام بالنسبة لموزعي الأدوية. احتجاجات تأتي على خلفية قانون المالية. التفيا وقت الزاد باش تنقص هامش الربح ما حتى توصل حتى 0.6 0.7% من هامش الربح. دونك شنو ينجر عنه هذا؟ ينجر عنه اللي باش تبدا فما دي غروسيس يخدموا بالخساره ودوت غروسيس يخدموا بالكان 0.2 ربح. باش نقعدوا في بقايعنا ما عندناش لوبليغاسيون هنا دوليفري، نقعدوا في بقايعنا. اللي جينا اللي في موجود في غرديما وفي رمادا ما يلقاش كاش يسربي روحه، اللي جينا الشركه نتاعنا نسربيه، واللي ما جاناش ما نجموش نسربيه، بعد يحبوا ينحيونا كل شيء. الضريبه هذه باش تحملوها موزعي الجمله والصيادله، يعني اول حاجه بالنسبه لموزعي بالجمله باش يقفوا بمجملهم على النشاط، وبالنسبه للصيادله نسبه كبيره منهم باش تقف على النشاط، واذا كان هما يقفوا على النشاط حتى البقيه اللي باش يحاولوا يواصلوا النشاط نتاعهم يعني الصيادله خاصه في الاماكن البعيده، هما بطبيعتهم باش يقفوا على النشاط بما انه باش يولي الادويه ما عادش توصل لهم بما انه الشركه هذه باش تقف على النشاط. هو لو برينسيپ نتاع التي في ا بيدو، فهمت كيفاش؟ نورمالمون سي لو كونسوماتور اللي هو يتحمل التي في ا، علاش الصيدلي لازم يتحملها؟ المواطنون من جانبهم أبدوا تخوفهم من فقدان الأدوية أيام الإضرابات، خاصة الشريحة التي تعاني من أمراض مزمنة وتمثل 15% من التونسيين. ما حاجات اللي تكون فيها معقولة الإضراب فهمني، وثم تفاهم ولا تأجيل ما نعرفش أنا أي حاجة باش تفاهم مع الصندوق ولا مع، أما هذايا باش تجي أنت فهمني تحاول تعمل إضراب للفرماسي ما عندوش حق. ولا ينحي لهم رخصه جمله، خلي الناس تولي السبيطار تبيع دواه وخو. كيفاش جيت تنحي دواه للناس؟ يعني عنده التونسيون فهمني يتجلط يموت، اللي حاشاكم اللي عنده كونسير يموت، باش هو اللي ياخذ اللي حاجته به. الناس عامل عمليه على عينيه وعامل عمليه على القلب وعندي السكر وعندي حاشاك شحم في الدم، فهمتش انا منين باش ناخذ الدواء؟ معناتها الموت اقرب لي من كل شيء. سليت مونتي على بكر. وربي يكون في العون للعباد الكل خاي والله. وإلى حين التوصل إلى حلول ترضي كل الأطراف، تبقى صحة المواطن هاجسا يتوجب على الجميع أخذه بعين الاعتبار. أمنيا الآن تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش الحرس الوطني بالتضامن من ولاية أريانا أمس من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 7 عناصر تتراوح أعمارهم بين 23 و37 سنة. وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم بأنه بالتحري معهم اعترفوا بمبايعتهم لتنظيم داعش الإرهابي وعقد اجتماعات سرية والتواصل عبر شبكة الإنترنت مع عناصر إرهابية بالقطر السوري والعمل على مساعدة على العودة إلى تونس بطريقة غير شرعية. وقد حذر وزير الداخلية الهادي المجدوب من خطورة العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر، موضحا في افتتاح أشغال المؤتمر 40 لقادة الشرطة والأمن العرب أن الخلايا الإرهابية النائمة المنتشرة في عدد كبير من دول العالم تشكل تهديدا لأمن الأوطان واستقرارها. ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع الأمنية الشائكة من بينها قضية الدعم الإقليمي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في المنطقة العربية ووضع آلية لتعزيز وتسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية. عديدة هي المسائل الأمنية الشائكة التي يناقشها كبار المسؤولين الأمنيين لمختلف الدول العربية في أشغال مؤتمرهم 40 بهدف تحديد أولويات العمل الأمني في المنطقة لمجابهة التهديدات الإرهابية التي تحظى بدعم إقليمي والتي تتربص بجميع دول المنطقة العربية سيما تونس. كشفت المتغيرات التي تشهدها المنطقة عن تشكل جيل جديد من الإرهابيين، نجحت زعامات الإرهاب ومنظريه في تجنيدهم وتعبئتهم باستعمال أحدث تقنيات الاتصال وأكثر تطبيقاتها تعقيدا، مما ساهم في مزيد انتشار الخطاب المتطرف واستفحال مظاهر الجريمة والتخريب. ومن خلال المرئيات وقراءات الأحداث والنظر إلى المتغيرات والمستجدات
على الساحة الإقليمية والعربية سنجد أن التهديدات والتحديات كبيرة وأنه لا بديل عن التعاون المشترك. وضع أمني متأزم وصعب ما زالت تشهده أيضا دول الربيع العربي على غرار الجارة ليبيا التي تواجه صعوبات عديدة حالت دون تحسن وضعها الأمني، ما يتطلب تكاتف الجهود الأمنية العربية للخروج بها إلى بر الأمان. التحديات الأمنية أو التحديات التي شفناها هو الوضع الأمني، نقول لك الصعب شوية في ليبيا، كبر المساحة الجغرافية والحدود الصحراوية في ليبيا، صعوبة السيطرة عليها، هذه أدت إلى نوع من ضعف الجانب الأمني، لكن في تعاون بإذن الله. ولمجابهة التحديات الأمنية التي تواجهها دول المنطقة العربية يتباحث قادة الشرطة والأمن العرب بالآليات والوسائل المتاحة التي بإمكانها أن تعزز التعاون الأمني العربي والإقليمي وتسرع في تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة الأمنية لدول المنطقة اعتمادا على تجارب بعض الدول الناجحة في مكافحة الإرهاب على غرار الجزائر. كانت لنا فرصة أن نتقدم بعدة اقتراحات في جميع المواضيع المدروسة، وأنتم تعرفون أن الجزائر لها خبرة كبيرة في محاربة الإرهاب وفي محاربة الجريمة المنظمة. وينظر المؤتمر الأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب المتواصل أشغاله إلى يوم غد، ينظر في عقد مؤتمر دوري للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش وزارات الداخلية العربية وعقد مؤتمر عربي سنوي للشرطة النسائية. قدم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد نسخة نهائية من مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وميثاقها الوطني الذي سيتم الإمضاء عليه يوم 9 ديسمبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي والوطني لمكافحة الفساد. وقال شوقي طبيب إنه سيتم الإمضاء على هذه الاستراتيجية من قبل رئيس الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومجلس نواب الشعب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفق بلاغ لمصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة. وبين رئيس هيئة مكافحة الفساد أن هذا الحدث يعتبر إنجازا مهما لتونس وخطوة فاعلة في إطار الحرب على الفساد، ملاحظا أن هذه الاستراتيجية تؤكد الإرادة السياسية لمختلف الأطراف المتدخلة وتعد تشجيعا للمبادرة المجتمعية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مناخ شفافية والنفاذ إلى المعلومة ترسيخ مبدأ المساءلة والقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب. قررت وزارة الصناعة والتجارة رفع الدعم عن السكر الموجه للصناعيين والحرفيين في مقابل الإبقاء عليه بالنسبة للمستهلكين، قرار أثار مخاوف من مضاربة قد تطرأ على الأسواق فتضر بالمستهلك. في سياق مشاورات ودراسات تستهدف ترشيد الدعم حتى يقدم إلى مستحقيه، قررت وزارة الصناعة والتجارة بيع السكر الموجه إلى الصناعيين والحرفيين بسعره الحقيقي عوضا عن السعر المدعم. وأكدت الوزارة تعويلها على ما سمته بحس المسؤولية لدى كافة المتداخلين وعلى حماية المقدرة الشرائية. مش نحافظوا على أسوام السكر اللي متوجه للمواطن، الاستهلاك العائلي مش يبقى بدون تغيير، تقريبا 400 مليم دعم في كل كيلو سكر لكل مواطن يستهلك السكر التونسي باعتباره مادة أساسية، حكومة التزمت بتجميد الأسعار في المواد الأساسية. القرار أثار الجدل على اعتبار أن مادة السكر واحدة من المكونات رئيسية لعدة مواد غذائية، ما يعني وجوبا الترفيع في أسعارها المحررة سلفا مثل الحلويات. مش تحملها الحريف ومش تحملها صانع الحلويات، مش بقسط كبير مش تحملها الحريف، لكن كما كنا توا كنا نحكي واللي هي المادة الرئيسية في صناعة الحلويات، نجمش معناها تخلى على السكر في صناعة الحلويات، والزيادة كانت زيادة مشطة برشا. منظمة الدفاع عن المستهلك عربت عن تخوفها من إمكانية تضرر المستهلك في حال وقوع مضاربة أو احتكار على غرار ما وقع بالنسبة إلى مادة الزيت المدعم. طالبوا نحن مراقبة صارمة اللي على السكر هذايا باش يكون متوفر في الولايات الداخلية وفي المعتمديات متاعنا، ويكون موجود عند العطار وفي المغازات الكبرى يكون موجود السكر هذايا ويتم المراقبة عليه. هذايا نحن التخوف متاعنا اليوم نعرفوا اللي فما زيادة باش تصير معناتها في عديد المواد نتاع اللي هي تستهلك كما قلنا المادة السكر. نكثفوا الرقابة نتاعنا بطبيعة الحال، يعني عندنا اليوم في 2016 290 ألف عملية رقابة تمت. الحاجة الثانية راهم
أكثر من معناها المهنيين في الحقيقة يشريوا السكر مباشرة من صندوق من ديوان التونسي للتجارة، خاطر الكميات كبيرة ياسر ما نجموش يشريوها معناها بالكيلو مع العطار، هذو مش يشريوا عشرات الأطنان. بالأرقام فالاستهلاك السنوي من مادة السكر بالنسبة إلى الصناعيين والحرفيين يقدر ب 156 ألف طن، أي قرابة 50% من الاستهلاك الوطني، ودعم هذه الكمية يرادف 72% من حجم خسائر الديوان التونسي للتجارة. قرار الترفيع في أسعار المادة للصناعيين والحرفيين يعني توفير 70 مليار من المليمات سنويا لخزينة الدولة. قطاع لفت السكري في ولاية جندوبة قطاع حيوي عرف منذ السنة الفارطة انتعاشة كبيرة من ناحية الإنتاج، خاصة مع وجود نوعية جيدة من السكر. يصنف التونسيون من بين الشعوب المستهلكة لمادة السكر بحوالي 40 غراما يوميا، وهو ما يفرض على جميع الأطراف المتداخلة في القطاع البحث عن حلول لتطوير وحدات الإنتاج للضغط على الأسعار بالخصوص. قطاع لفت السكري شهد تطور ملموس ناتج عن أن المردودية خلق العادة في الموسم الفارط، جعلت المزارعين لفت السكري اللي عم ناول بذروا حوالي نقولوا 5 هكتارات السنة تطور في المساحة، وفمش كل وصل لزراعة 10 و15 و20. مشاكل الموجودة السنة وحتى عامنا ومحتمل حتى في المستقبل هو في الشبكة المائية متهرية، يلزم مراجعتها ووقع إصلاحها في أقرب وقت ممكن. الشركة العامة للصناعات بالشمال جينور بولاية جندوبة هي من بين وحدات الإنتاج المناط بها تحقيق نتائج هامة كما وكيفا لتلبية الحاجيات المتنامية لهذه المادة الحيوية في هذه الفترة. ونعرفوا احنا الاحتياجات نتاعنا الاحتياجات كبيرة، وهي تعد بمئات المليارات مئات المليارات، واحنا هذايا مش يخلينا نتفادوا جزء من تصدير العملة الصعبة خارج يعني البلاد. من ناحية الجودة السكر معناه المستخرج من لفت السكري معروف على الصعيد العالمي بالجودة نتاعه، الجودة نتاعه تبعد برشا على السكر المستخرج من القصب السكري، فهمتني؟ هذاك علاش نحن فهمتني النجم النفس به في الأسواق العالمية، وإن شاء الله يكون اسم تونس معناها محطوط كمفخرة في صناعة السكر. مراجعة وضعية قطاع اللفت السكري داخل منظومة الفلاحة الغذائية وفق رؤية واضحة واستراتيجية يشارك في وضعها المهنيون تبدو من أوكد الأولويات لتحقيق الأمن الغذائي للتونسيين. وفيما يخص مادة زبوج يمكن الحديث عن فائض بقياس الانتاج السنوي حسب ما أكده وزير الصناعة والتجارة، ويتواصل موسم جمع زبوج حتى شهر أبريل. الكميات المتوفرة اليوم هي كميات تقارب استهلاك الموجود في السوق، مستوى الأسعار معناها ماهوش بعيد على عمناوي، بالعكس انخفض شويه على عمناوي حدود 3%، واسعار نتاع المواد هذه بطبيعه الحال هي مواد حره، الدوله ووزاره الصناعه والتجاره تدخل من اجل ضرب يعني الاحتكارات، ضرب المضاربه، ضرب العمليه التحيل والغش. ندعو المستهلكي انه المستهلك التونسي يقوم ايضا بدوره ويتحمل مسؤوليته حتى يتم ايضا تعديل السوق بطريقه عديله. قدمت اليوم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لأول مرة منذ إحداثها نتائج أعمالها للعموم، ويضم التقرير السنوي الإخلالات والملاحظات بشأن التصرف داخل مؤسسات وهياكل عمومية خلصت إليها الفحوصات المنجزة من قبل هياكل الرقابة والتفقد. كشف التقرير السنوي 23 للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بعنوان سنة 15 و2000 عن رصد 3241 إخلالا وأخطاء في التصرف صلب المؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية، إخلالات تتعلق أساسا بسوء التصرف في الموارد البشرية والتصرف الإداري والمالي. التصرف العمومي دائما هنالك أوجه سوء تصرف، أما صعوبات أصبح يواجهها المتصرف العمومي في تحسين التصرف متاعه في ترشيده بالطبيعة نظرا للظروف الاقتصادية للظروف الاجتماعية وللظروف اللي مر بها القطاع العام كما تمر بها البلاد. هنالك العديد من المحاولات، هنالك مواطن فشل، هنالك مواطن نجاح. 1446 توصية بلورتها الهيئة العليا للرقابة بهدف تدارك مواطن الإخلالات واتخاذ الإجراءات المتحدة
المستوجبة في شأنها، غير أن نقص التفاعل الإيجابي مع هذه التوصيات لا زال يشكل عائقا أمام سرعة الإصلاح ونجاعته. مكافحة الفساد يرتكز بالأساس على 80% هو عمل وقائي، والعمل الرقابي يمثل 80% من العمل الوقائي. من هنا فصاعدا باش نعودوا على مستوى الهياكل اللي ما تتفاعلش بصفة مطلوبة مع الرقابة، باش نقدموا فيها تقارير خاصة باش معنا يعرف، باش نعودوا نقيموا المتصرف زاد على مدى استجابته وتفاعله للرقابة. واصلة تطوير جودة الرقابة لتحاكي المواصفات العالمية هدف تسعى لتحقيقه الهيئة العليا للرقابة الإدارية عبر وضع برنامج إصلاحي يتضمن آليات قادرة على كشف الإخلالات ومقاومة الفساد. اليوم كنا ندخل في دينامية جديدة لإصلاح منظومة الرقابة، لأنه منظومة التصرف لا تستند إلى منظومة رقابة ناجعة ومستقلة، هي منظومة لا يمكن لها إلا أن تنتج الإخلالات وسوء التصرف، ولا يمكن لها أن تكسب يعني ثقة المواطن. وفي انتظار أن يمنح التشريع صلاحيات تتجاوز المتابعة لهيئة الرقابة، يظل نشر نتائج تقاريرها الرقابية تكريسا لمبدأ الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة. وقد قدم كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية اليوم التقرير السنوي 23 للهيئة إلى رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي. وصرح العيادي في تصريح عقب المحادثة أن اللقاء استعرض تعزيز منظومة الرقابة والمتابعة للهيئة وبلورة المبادئ المتصلة بإصلاح الهياكل والآليات في هذا الشأن، كما تناول موضوع انعقاد الندوة السنوية المقبلة للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تحت إشراف رئيس الجمهورية في 21 من فيفري 17 و2000 تحت عنوان المتصرف العمومي بين مقتضيات الإنجاز ومخاوف الخطأ في التصرف، وفق بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية. وتسلم رئيس الجمهورية الباجي قيد سبسي اليوم من الموفق الإداري فاطمة الزهرة بن محمود التقرير السنوي لمؤسسة التوفيق. وأفادت بن محمود في تصريح لها عقب اللقاء بأنها تقدمت لرئيس الدولة الاستنتاجات والتوصيات المستخلصة من نشاط مؤسسة التوفيق التونسية بما يمكن من تطوير نشاطها وإصلاح نظامها القانوني طبقا لدستور البلاد والمبادئ والمعايير الدولية، وفق ما جاء في بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية. صدق نواب مجلس الشعب على ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة بعد جدل طويل ساد جلسة تواصلت كامل اليوم تضمنت نقدا طال مسار العدالة الانتقالية والتصرف المالي للهيئة. انتقادات عدة وجهها نواب مجلس الشعب لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بالسدرين عند مناقشة ميزانية الهيئة. تباينت الآراء والمواقف، فحملها البعض مسؤولية انحراف مسار العدالة الانتقالية، في حين رفض البعض الآخر تحميلها المسؤولية. انتقادات بلغت حد المطالبة بالاستقالة. 63400 شكاوا، كيفاش انتقيت ال 11000 اللي استمعت لهم انت ومن 11000 بنى آلية؟ سيدتي الكريمة، أطلب منك بكل لطف لإنجاح مسار هيئة الحقيقة والكرامة أن تستقيلي. ما كنتش نظن اليوم اللي باش نحاكم سهام بالسدرين لأنها ما نعرفش وتوا مانيش عارف شنو هي الغلطات نتاعها بالضبط. اليوم المفروض تكون جلسة مخصصة لمناقشة ميزانية الهيئة، لكن للأسف الشديد تحولت هذه الجلسة إلى جلسة محاكمة علنية لرئيس الهيئة. النائب الصحبي بن فرج اعتبر النقد الموجه للهيئة لا يعني رفض العدالة الانتقالية، فهي السبيل الوحيد للمصالحة. إلياس بن سدرين مثلا تم انتدابه حالة تخرجه من الجامعة إلى اندرا، لأنه معناها عنده شيء خارج على الـ على الـ على الإطار العام، وإلا لأنه فهم محاباة. زوج مدير منظومة إعلامية معلوماتية تم انتدابه. التصرف المالي داخل هيئة الحقيقة والكرامة من المسائل التي طرحت بشدة خلال مناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة. نتفاجأ بتسجيل نتيجة محاسبية بحوالي 6.5 مليون دينار
فنحن أمام هيئة تنفق الأموال العمومية بسخاء كبير. مش نطلب دائرة محاسبات أنها باش تمشي تعمل تحقيق وتطبق الفصل 67 من قانون العدالة الانتقالية، أنها يلزمها هي تخضع العدالة الانتقالية لهيئة الحقيقة والكرامة لدائرة المحاسبات، خلي هكاك كل واحد ياخذ حقه. ثم مراقب للحسابات خاص دققلق في الميزانية تاع الهيئة وأعطاه الشهادة نتاعه، علاش ما قريناش هذا؟ بالكش التقرير هذايا غلط، بالكش التقرير هذايا مزيف. دائرة المحاسبات عندها سلطة الرقابة على المالية نتاعنا وعلى تسييرنا الإداري، إذا أي إخلال موجود لهنا دائرة المحاسبات عندها القدرة والواجب أنها تخرجه. في حين سعت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بن سدرين إلى نفي وجود انتدابات عشوائية داعية من يمتلك وثائق تثبت عكس ذلك التقدم بها، نافية صدور أحكام باتة للمحكمة الإدارية. إلى يومنا هذا لم تصدر أي حكم نهائي في أي قضية في الأصل ولا واحدة، الكلهم توقيف تنفيذ أو تأجيل تنفيذ الكل. كما دعت بن سدرين إلى ضرورة التعامل الإيجابي مع الهيئة ضمانا لاستمرارية عملها. قضت بعد ظهر اليوم الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بجابس حضوريا بعدم سماع الدعوة في حق محكمة 12 شابا وشابة من حاملي شهائد العليا العاطلين عن العمل والذين تم إيقافهم الأسبوع الفارط بتهمة تعطيل سير العمل للإدارة الجهوية لمعامل المجمع الكيميائي التونسي في جابس. عدم سماع الدعوى هو الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بجابس إثر محاكمة 12 شابا وشابة من حامل الشهائد العليا العاطلين عن العمل والذين تم إيقافهم يوم الخميس الماضي وإيداعهم بالسجن المدني حربوب بمدنين على خلفية تحرك احتجاجي نظموه أمام مقر الإدارة الجهوية لمعامل المجمع الكيميائي التونسي. مجموعة من الشبان خريجي جامعات، ناس معناها عندهم مستوى علمي معين، مارسوا حق التظاهر السلمي كما يضمن الدستور التونسي والفصل 37 منه، إلا ما رأنا وأن النيابة العمومية تحيلهم على القضاء الجزائري لمحاكمتهم. التهمة هي تعطيل حرية العمل باستعمال التهديد والعنف، في حين أن ثبتوا أن الناس هذوما ما مارسوا إلا الاحتجاج السلمي وما ارتكبوا حتى حاجة فيها مخالفة أو تجاوز للقانون. وخارج المحكمة نظم شباب عاطل عن العمل وبعض مكونات المجتمع المدني والسياسي إضافة إلى أقارب المحكومين وقفة احتجاجية تضامنية. موقوفين اللي طالبوا في احتجاج سلمي بحقهم اللي كفلوا الدستور في التشغيل، حقهم مطلب هذايا شرعي، حقهم في التشغيل، هذوما ما همش ارهابيين. لبنات الموقوفين نقول لاهاليهم ارفعوا روسكم، ارفعوا روسكم عاليا، بناتكم تشدوا في قضيه كرامه وطنيه. وبعد ان انصف القضاء الشبان الموقوفين سيستأنفون من جديد رحله البحث عن عمل. يعرف مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت جملة من الصعوبات منذ سنة 2014 ما أدى إلى تعطل سير نشاطه وتراجع دوره الأساسي وهو تكوين فاقد البصر في اختصاصات مختلفة. المركز أغلق أبوابه منذ فترة ويأمل العاملون فيه إلى عودة نشاطه في أقرب الأجل. مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت هو الأول من نوعه في تونس وفي شمال إفريقيا، عمل ولمدة نصف قرن على تكوين المكفوفين في اختصاصات متعددة بهدف إدماجهم في سوق الشغل. اليوم يتغير المشهد وتغلق أبواب المركز منذ سنة أمام المتربصين من فاقد البصر نتيجة تدهور وضعيته. احنا قمنا بنداء استغاثة ووجهنا الصوت نتاعنا الى الاطراف المعنية الكل، سواء كانت رئاسة الحكومة، وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة الشؤون الاجتماعية. فالكفيف مواطن، وبالتالي الدولة هي الراعي لها حق الكفيف هذايا في الدراسة، وبالتالي استشعرنا الخطر هذايا وتوجهنا لهم، سواء كان من خلال منابر الاعلام، خلال معناها تحركاتنا اللي مشينا نعاين المكان وتحاورنا مع السلطات الكل، سواء كان مجلس النواب، رئاسة الحكومة الى اخره. نقص كبير في آليات العمل وتجهيزات بنية تحتية متدهورة لمركز كان بالأمس مقصد عدد كبير من فاقدي البصر من مختلف ولايات الجمهورية للتكوين والتربص. مبيت يلزم صيانة كاملة، يلزم عندنا وليدات يحبوا يتربصوا، تقريبا عندنا تقريبا 120 دوسي في الانتظار،
34 متربص تكونوا لهنا ما كملوش الدراسه نتاعهم. نداء الى سلطه الاشراف باش يقفوا معنا على مركز مكفين سيدي ثابت ويتحل في اقرب وقت. بعثونا مهندس وقت عملنا جوله في الصيانه والاشغال والبناء والماتريال اللي باش نشريوه كل شيء. فماش مربع ما يلزمش تصليح، السونتر يلزم تصليح جذري بأتم معنى الكلمة. صعوبات بالجملة لمركز يعتبر الأمل الكثيف ودعوة ملحة لعودة نشاطه في أقرب الآجال. مواصلة البرامج المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والتعريف بالقانون الأساسي المتعلق بالقضايا على العنف ضد المرأة ومزيد حشد الدعم حوله مثل موضوع ورشة توعوية حول العنف المسلط على النساء انتظمت بمدينة قفصة لفائدة هياكل حكومية وجمعيات ناشطة في المجال. هي شهادة حية عن تجربة امرأة تتعايش مع العنف الزوجي يوميا من أجل إنقاذ فلذة أكبادها وزوج مارس ضدها العنف بمختلف أشكاله. تفاصيل يومية لمعاناة امرأة ترفض الطلاق وتبرر العنف بالفقر وقلة ذات اليد. حمل الضرب والسبال والإهانة والفقر والتنزيل الكل متحملاته، نضرب ونتهان ونتسب وخشمي مكسر وعيني مفلوقة وما يهمنيش فيه. جوج صغار باش يحموا عليا ولا يحزون ما بيناتنا يضربهم، يقول متحموا مع أمكم ديما. يهمني كان في صغاري، ما يهمني حتى في شيء. أمي قالت لي تطلقي، قلت لها لا نطلق بنات بلا باب يتشردولي نخاف. ولإنقاذ هذه السيدة ومثلها كثر في مجتمعاتنا تسعى وزارة شؤون المرأة والأسرة ومن خلال مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة المدرج على قائمة تفاوض بمجلس نواب الشعب إلى مزيد حشد الدعم حوله من خلال سلسلة الورشات التحسيسية الجهوية حول العنف ضد المرأة. إن شاء الله نقول بالنسبة لي نوصلوا يتم معناها مناقشة القانون الشامل حول العنف المسلط على النساء داخل البرلمان التونسي ويدخل حيز معناها التنفيذ لأنه مهم جدا ولأنه يلزم ندخل معناها في التصديق عليه حتى نكون فما ملائمة بين الدستور أي الفصل 46 وبين معناها القوانين الأخرى. الورشات التدريبية متاعنا كانت كلها ورشات جهوية، ورشات جهوية بما يسمح لنا بالتعريف في مشروع القانون هذايا وبمناصرة مشروع القانون هذايا حتى يكون من بين اللابينات الهامة اللي تأسس لحقوق المرأة في تونس. أول شهر جانفي باش نعملوا أحداث مركز إيواء للنساء المعنفات في قفصة وباش نعملوا خليط إنصاء وإحاطة مع الأطراف المداخلة اليوم الموجودة معنا الكل. يزي ستوب وبكل اللغات كتبت في إطار الحملة الدولية 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة بمختلف تجلياته ومسبباته، عنف لن يزيد المرأة سوى إصرار من أجل الحياة. اطلع رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي خلال استقباله اليوم للأمينة العامة لمنظمة الأسرة العربية هدى بن يوسف على برنامج عمل هذه المنظمة، كما تناول اللقاء الذي يتزامن مع اليوم العربي للأسرة الموافق ليوم 7 ديسمبر من كل سنة ما تستوجبه الأوضاع المأساوية للأسرة العربية في عدد من البلدان من إنقاذ وإحاطة وإعادة إدماج وتحصين ضد آفات العنف والتطرف والإرهاب حسب ما جاء في بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية. في الملف السوري سيطر الجيش السوري على أكثر من 70% من حلب القديمة ما أدى إلى انحصار المعارضة المسلحة وتقلص نفوذها. وقد اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن تقدم الجيش في حلب سيغير مسار المعركة في كل سوريا. تشير الأخبار الواردة من مصادر إعلامية عربية وعالمية مختلفة أن الجيش السوري سيطر على كل أنحاء حلب القديمة بعد انتزاعها من أيدي المعارضة المسلحة التي خسرت حوالي ثلثي معاقلها الرئيسية خلال الأسبوعين الأخيرين. وبذلك يؤكد المتابعون بأن قوات الجيش والقوات المتحالفة معها قد اقتربت من تحقيق أهم نصر لها خلال الحرب الدائرة منذ 5 سنوات. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد من ناحيته أن التقدم أحرز في 35 حيا من الجزء الشرقي لحلب تحت غطاء من القصف المدفعي والجوي المكثف الذي خلف عشرات من القتلى والجرحى.
أما المناطق المتبقية تحت سيطرة المعارضة جنوب شرقي حلب وقدرتها الحكومة السورية ب 12 كيلومترا مربعا فتواجه هجوما عنيفا بالمدفعية، لكنها ما زالت تقاوم على حد تعبير المعارضة. وحتى تواصل معركتها تقدمت بمبادرة تتضمن هدنة من 5 أيام لإجلاء الحالات المستعجلة ومساعدة الراغبين في مغادرة حلب إلى أماكن أكثر أمنا، مع البدء في المفاوضات بين الأطراف المعنية حول مستقبل هذه المدينة. على صعيد دبلوماسي وفيما تواصل كل من موسكو وواشنطن تبادل الاتهامات بشأن إلغاء الجولة الجديدة من محادثات جنيف المتعلقة بخروج المعارضة المسلحة من حلب، يظل وضع النازحين الأسوأ في العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة التي أكدت أن الحرب على الأحياء الشرقية من حلب أدت إلى نزوح نحو 30,000 شخص إلى أماكن مختلفة من سوريا وتخومها بحثا عن الأمان. تتواصل الاشتباكات بين القوات العراقية وتنظيم داعش الإرهابي في معارك يومية تخوضها القوات العراقية من أجل تحرير مدينة الموصل من براثن التنظيم الإرهابي. على صعيد آخر قتل مدنيان عراقيان وأصيب 9 آخرون بجروح في انفجار 4 بوات ناسفة في مناطق متفرقة بالعاصمة العراقية بغداد. تستمر المعارك في الموصل وما حولها بين القوات العراقية والكردية وتنظيم داعش الإرهابي. ضابط في الجيش العراقي ومصادر إعلامية تابعة للتنظيم الإرهابي قالوا إن مسلح التنظيم هاجموا جنودا عراقيين قرب مستشفى جنوب شرق الموصل محاولين صد توغل للجيش وصف بالأعمق في إطار حملة تحرير الموصل التي بدأت قبل 7 أسابيع. الهجوم الذي يقول التنظيم إنه أوقع قتل من الجنود العراقيين جاء بعد يوم من تصريح قائد عمليات الجيش في الموصل بأن الجنود دخلوا المدينة وسيطروا على مستشفى السلام، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش العراقي. إلى هذا قال قائد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي إن الهجوم على التنظيم في الموصل قد يستغرق 2 آخرين، وإنه حتى وإن هزم التنظيم هناك فسيظل يشكل خطرا على العراق والغرب. خلال الجلسة الختامية للقمة الخليجية 37 المنعقدة في المنامة، طلب البيان الختامي للقمة طهران بتغيير سياستها في المنطقة والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية. عبر القادة الخليجيون عن معارضتهم لأنشطة إيران التي اعتبروها مزعزعة للاستقرار في المنطقة، كما اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع رئيسة الوزراء البريطانية في لقاء على هامش القمة على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس وبريطانيا في كل المجالات بما في ذلك السياسة والدفاعية والأمنية والتجارية. زلزال عنيف ضرب جزيرة سومطرة الأندونيسية بقوة 6.5، زلزال أسفر عن مقتل نحو 100 شخص وأكثر من 70 جريحا إصابتهم بالغة وفق حصيلة جديدة. وتتوقع الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد أن ترتفع الحصيلة أكثر. أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 17 كيلومترا على الساحل الشمالي الشرقي لاتشي، ولم يصدر حتى الآن أي تحذير من وقوع موجات مادة تسونامي بعد الزلزال. في أخبار الرياضة، توج منتخب أنغولا بطلا لمسابقة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد سيدات للمرة 12 في تاريخه إثر انتصاره على المنتخب التونسي بنتيجة 36 هدفا مقابل 17 في المباراة النهائية التي جمعتهما منذ قليل في لواندا. وكان المنتخب الوطني تأهل للدور النهائي إثر انتصاره على السنغال بالاحتراز على لاعبة شاركت بطريقة غير قانونية. في تظاهرة رياضية احتفت بذوي الاحتياجات الخصوصية شارك نحو 60 رياضيا في سلسلة من المباريات المتنوعة احتضنتها القاعة الرياضية بمنوبة، وتهدف إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخصوصية على الاندماج في الأنشطة الرياضية. بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، نظمت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمنوبة تظاهرة رياضية وذلك بمشاركة 60 رياضيا. وتهدف التظاهرة إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج في الأنشطة الرياضية من خلال توفير برامج تدريب في العديد من الرياضات. ما نقفوش، تستمر الحياة ونواجه الصعوبات، وفما
برشا إعانات معناتها من العائلة واللي نخدموا معاهم. الرياضة باهية تفيد لك صحتك وفي نفس الوقت تعرف معناها حاجات جدد وتعرف عباد جدد وبرشا حاجات حزيلة وتظاهرة حلوة برشا فرحانين إن باش نكونوا موجودين فيها. هذه التظاهرة فيها مسابقات للتناوب، لعبة البوتشة، كرة قدم وعديد من الاختصار. وتم خلال التظاهرة تكريم عدد من الأبطال البارالمبيين بالإضافة إلى الأبطال المتوجين في بطولة العالم لكرة السرعة والتي استضافتها تونس مؤخرا. الحمد لله هزينا ضرب تونس في بطولة العالم 28 نوفمبر 2016. نشكر برشا المدربين نتاعي، ضحينا ترانينا أكثر من عام ونص. نشكر زادا ماما وبابا اللي ضحوا معايا واللي وصلوني للمستوى هذا. وليداتنا تبارك الله تحصلوا على دي ميداي فهمتني، وجي وشرفونا وشرفوا راي تونس فهمتني. وتبارك الله الإعاقة راهي إعاقة، راهي عذوية عمرها ما كانت إعاقة، بما أنهم تحصلوا على دي ميداي فهمتني وخدموا على رواحهم وثابروا. تظاهرة احتفائية بذوي الاحتياجات الخاصة من شأنها أن تزيد الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة الرياضية. ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر إلغاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة. وزارة الصناعة والتجارة تقرر رفع الدعم عن السكر الموجه للصناعيين والحرفيين مقابل الإبقاء عليه بالنسبة إلى المستهلكين. القوات الحكومية السورية تسيطر على 70% من حلب القديمة والمعارضة تسعى إلى هدنة بخمسة أيام. ونذكر أن 296 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.